في سوق الحوت يقول لك انه هذايا يعتبر سوق الزوالي لانه يلقى فيه الاسوام المناسبه، الاسوام المناسبه في باب الجبلي، ارخص سوق في الجمهوريه التونسيه هو باب الجبلي. فما حكينا مع بعض المواطنين يقول لك انا محروم من الحوت، شاهي الحوت ومانيش منجم ما نجمش ياخو، لان الزوالي مات، قفط الزوالي شعلت فيها. ما انا كيف سوق الزوالي هذايا؟ الا غالب ما نجموش نبيعوا، هذا هذه ارخص نوع 17 دينار، ورات هذه مجريه ب 16 دينار نبيعها ب 17 دينار. باهي ما ثم ثم يجينا الحوت من المرشي، من المرشي القرو يجي يتباع رخيص. انا في الجبلي بالنسبه للاقبال، الاقبال ما ثماش اقبال كبير، الجيب فرق، الجيب نتاع الزوالي فرق، ما فيش ياخذ الخضره ما ينجمش ياخذ الحوت، ياخذ الحوت ما ينجمش ياخذ الخضره، لازم يضحي حاجه على حسب حاجه. بالضبط هذا الموجود. الحركيه هذه حسب رايك انت وانت ولد السوق هذه تعتبر حركيه كبيره والا يا حسب؟ لا لا نقول البلاد ميته، علاش؟ لان باب الجبلي هذا في الوقت هذا في 21 22 في رمضان ما تقدرش توقف في الكلوار. في الكلوار ما تنجمش توقف، ما تلقاش وين تتنفس بالنجمه. فهمتني؟ اللي اليوم ما تلقى الكلوار فرق. لا يا حسره، طب ما كنتش تنجم توقف انت في الكلوار. تو وقت حوت الملح ما تنجمش توقف في الكلوار. ما تلقاش بالزحمه من الباب للباب، باب الجبلي ما تلقاش حتى دقيقه وين توقف، تو كاين الكلوار فرق. تعنية 21 دينار تعنية بكلم ياسر ياسر عبد الله، غالية الأسعار، غالية غالية الحب، غالي زوالي مات. يقول لك سوق، ها يقول لك سوق الزوالي، ها يقول لك، ها يقول لك سوق الزوالي، السوق هذا سوق الزوالي. يقول لك زوالي هو سيد الرئيس الزوالي مع الزوالي يجي ما يخطب الزوالي الله يخليه، سيد الرئيس الله يخليه يجي يقول يخطب الزوالي. الزوالي هاي عادة شهرية على قدها 300 لا يصير يصير ثمن ثمن لا ثمن. شريت حوت انت ولا؟ نعم شريت حوت؟ شريت اي. قداش شريت؟ كل قدير على قدره، كل قدير على قدره. السوم اللي شريت به معقول ولا مش معقول؟ السوم اللي شريت به انا معقول، معقول ماني قدر، كل قدير على قدره. اما احنا طالبين الاصلاح، طالبين الاصلاح، احنا معاه قيس سعيد معاه وربي ينصره وربي معاه ان شاء الله ومع الجميع، اما طالبين تخفيض المعيشة، طالبين الإصلاح حتى يرفقوا بالمواطن الزوالي. صحيت كل 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 بصفة عامة نحكي، معناتها احنا كلنا سواسية بصفة عامة، كل يقبض مليون كل زوز ملايين، معناتها طالبين الناس الكل تشري تقدر. كم كم مثلا مش دجاج مثلا مش سكالوب مثلا مش كذا، ها كيلو العلوش ب 50 دينار، كم مثلا مش السكالوب مثلا مش الدجاج مثلا مش كذا، مش باش مش طيبوا. نحكي بصفة عامة راني هنا، ما نحكيش على روحي يا اخي، نحكي بصفة عامة. احنا معاه وربي ينصره، ينصر الجميع ان شاء الله. بدك صباح خير، سلام. اوكي مالنا نسمع. هذه على الاقل قداش من كيلو؟ هيك 5 كيلو. 5 كيلو قداش تعمل؟ 100,000 تعمل. فما شكون باش يشري هذه حاضرة للشراء سي بون تباعت سي بون؟ هيك مناني احمر تباعت من عند سيريادك شقرور خذيناها. هيك شلبوت هيك. انت يظل بعد كل شيء ما شاء الله. كملت الحمد لله يا ربي. كملت والله كملت. رياض رياض شقرون. اليوم باش نحكيو على السوق باب الجبلي، نحكيو على سوق الحوت، يقول لك انه حتى الزوالي كوم ما يخرجش يدي فارغه ويلقى الحاجه، معناتها حسب جيبه طبعا، حسب شنو موجود، حسب القدره الشرائيه بتاعه. ثم موجود كل شيء موجود. ثم كل شيء باهي ورخيص. الشرف هذا هكا ب 10,000 فرنك هكا باهي. سمح ياسر. انت كليوناتك الاغلبيه شكون؟ يظل حسب اللي قاعدين نشوفوا فيك كليوناتك كم قادرين قادرين. شويه حناش عندنا كانت عبد. شويه حناش حي. هاكا هاي يجري 20 دينار يزي 20 دينار 20,000 شافوا 20,000 شافوا. قال لك هذا؟ لا كملنا سي. الحمد لله يا ربي باهي 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 مبروك. اعطينا لمحه على الاسعار. الاسعار المدنيه لبده 70,000، عندنا القطر 73 دينار، عندنا الشلبوت 40,000، الكور 35 دينار، عندنا الغلاف 20,000، غلاف تونسي ومزيان برشا. الهبره صف مدنيه مزيان، الهبره مزيان حاجه دي. الأسعار هذه اللي سميتها تعتبر معقولة وإلا غالية؟ مش معقولة، غالية بكل صراحة. ثمن الغلاف معقول ب 20,000، هو التونسي مزيان.
بالنسبه للمناني كاسح شويه غالي غالي غالي. فما اقبال عليه ولا؟ سبا سبا شويه شويه ما تقولش باهي. علاش؟ حيت هذا فري هذا شيء هذا شيء هذا فري ماهوش كونجيري فهمتي ياخذوا لبن الى كيلو 70 واضح. عندنا الهبره الكونجيري موجود رخيص 50 و 40 موجود الكونجيري. هو الخيرات الحقيقه الكل موجوده الانواع الكل موجوده، فقط نحكيو على الاقبال نحكيو على التونسي تاعب التونسي الاقبال شويه شويه اما تو من الغالي بحول الله ثم شويه حركه ثم شويه شويه بحول الله. عموما نجم نقولوا انه سوق باب الجبلي محافظ على البريق نتاعو على الرونق نتاعو على الحركيه نتاعو كما قبل. الحمد لله الحمد لله سوق باب الجبلي من احسن الاسواق في افريقيا، نظيف وحاجه تعمل كيف. سعر رخيصه ماهوش هذا ب 8000 اول اي متر رمضان ب 15 دينار تو ب 8000 هذيك ب 10000 8000 هذه ب 20 ب 15 اللي يحب عندها الاغرب ب 20 دينار تونسي حي ماهوش مكنجل من برا امشي ماهوش ثم الحوت رخيص يعني اسعار معقوله والكاليتي باهيه زاد ثم الغالي ثم رخيص والمواطن من يحب ياخذ ثم اللي يلوج على هوت جام يحب حاجه غاليه ياخذ نتاع المشي ثم الزوالي ياخذ يجي من كل حاجه يعني الزوالي نجم يشري زوالي يشري ويتعشى موجود لا قدامك شيء قدامك هذا قد يسومه هذا تعريفته 20 تو يقول لي ب 15 نبيع له ماشي ولا احنا نخدموا فلاحه ما نخدموش قشاره هذا يجيب فلاح بيا نبيع على ذمته ما عندناش نشريو به. هذه النوعية ما يعرفوهاش. ايه هي اللي ما يعرفوهاش؟ الحشل شيء ما يعرفوهاش. ما يعرفوهاش النوعية هذه. هذه اسمها الحشلة. يحسبوها مناني ولا غراب يغشوا فيها. هذه الحشلة وفيها. يشريوا فيها طبعا فما اقبال فما. يشريوا ويتفضلوا بها ياخذوا منها ياخذوا منها يعرفوا ماكلتها ويعرفوا بنتها. دونك مشري. نتاعهم فما كل حد باش يعرف. يا ومش اي واحد باش يشريها طبعا. كل شيء اللي يعرفها اللي ما يعرفهاش ما يشريها. ينجم يعرفها وما ينجمش يشريها ولا لا؟ ما يعرفهاش اللي ما يعرفهاش ما ينجمش يشريها. اخزر تبارك الله. نحكيو على اللي ما ينجمش يشريها نعينوه ونبيعوه له. تعاونوا اعطونا الكيلو قديه؟ كيلو 20 18 17 اسوام شعبيه. رخيصه شعبيه الاسوام. الاسوام. الاسوام شعبيه. في المتناول الجميع. باهي. شيء 35 ب 30 نبيعوا. ديما نطيق. هذاك هذاك 35 نجم يجيك واحد تبيع له ب 30 عادي. نبيعوا عادي. يعني ترفقوا بالمواطن ثم رفق. المواطن ونعينوه. المواطن يتشكى ثم شكون يقول لك يجي نعمل دوره ونروح مقهور ما نجمش نشري. ديروا غدروا تو مثلا هذه كعبه الكيلو ب 20 18000. ثم كعبه 3 كيلو ثم كعبه 2 كيلو. كله غديروا غدروا كيفاش يجري. السوق هذه يقول لك انها سوق الزوالي. انا بدينا حتى ب 5000 تتعشى ب 20000 تتعشى باللي تحب انت تتعشى معناها كل قدير وقدره كل واحد وكيفاش. ايه نحكيو على الاقبال بصفه عامه الاقبال بصفه عامه. والله الحمد لله ثم شويه اقبال ثم هكا ناس تشري الحوت تعرف تاخذ الحوت كل شيء موجود.